أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الأسبوعي وهذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة. شهر رمضان الكريم مشاهدينا الكرام شهر لتجديد الإيمان، شهر يتدارك فيه المسلم ما فاته من تفريط في جنب الله سبحانه وتعالى. فيه يحاول كل مسلم أن يتطهر من سيئاته وأن يضاعف من حسناته، فهذا الشهر الكريم فرصة لإعادة شحن طاقات المسلم الروحية والإيمانية التي ربما قد تكون قد فرغت أو أوشكت أن تفرغ بسبب الغفلات أو اتباع الشهوات أو إضاعة الصلوات. شهر فيه فرصة طيبة ليخرج المسلم مغفور الذنب. في هذا الشهر الكريم من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمضان فرصة للتطهر والغفران. رمضان شهر لتربية الإرادة، فلابد أن نتعلم من رمضان كيف نصبر وكيف نقوي إرادتنا، ولابد أن نهيئ أنفسنا لتقوى الله سبحانه وتعالى لنترقى بأرواحنا وليباهي الله سبحانه وتعالى بنا ملائكته. للحديث في هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من فقه الحياة، ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد الرشيدي أستاذ أصول التربية بجامعة أسوان الذي نرحب به في هذه الحلقة. أهلا بك دكتور. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة المشاهدين طيبين، وربنا يجعل كده يعني ما تقدموه في ميزان حسناتكم وينفع بكم الأمة يا رب، البلاد والعباد. نشكرك يا دكتور، كل عام حضرتك دائما بكل خير وضيف عزيز دائما علينا. أهلا بك. نخرج إلى فاصل قصير بعده نبدأ الحديث معك إن شاء الله. تفضل. اهلا بكم مجددا، واجدد التحيه لضيفي الكريم الاستاذ الدكتور احمد الرشيدي. اهلا بك دكتور مجددا. اهلا بك. كثيرون يعني تحدثوا عن فضل شهر رمضان الكريم، وايضا تحدثوا عن تبدل حال المسلم الى احسن حال في هذا الشهر، لكن قله قليلا انتبهت الى مساله الاراده التي يتم تفعيلها في هذا الشهر الكريم، والتي ربما تكون هي بمثابه البوتقه التي تنصهر فيها كل هذه يعني الملامح الطيبة التي تتفجر في شخص المسلم في شهر رمضان الكريم. إذا ما بدأنا الحديث عن الإرادة في شهر رمضان وتساءلنا عن طبيعة العلاقة التي ربما تربط ما بين شهر رمضان الكريم وهذا الجهاز الموجود إذا صح التوصيف داخل الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خير من صام، خير من قام، وخير من وجه وجهه الكريم إلى ربه الكريم. كل عام حضراتكم وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم الصيام والقيام وأن يغفر لكم ما مضى ويرزقكم حسن الثواب. الكلام اللي هقوله قد يكون هو قديم جديد أو جديد قديم. الإنسان هو مجموعة من الأجهزة التي يعلمها الكثير، المادية والمعنوية، ولكن في الأجهزة المعنوية زي مثلا الجهاز العقلي أو الجهاز النفسي أو الجهاز الروحي أو الجهاز الفؤاد، في جهاز خفي زي الصندوق الأسود اسمه جهاز الإرادة. جهاز الإرادة دي كل البشر يملكونه، ولكن ليس قيمة ما تملك في قيمته، ولكن في قيمة تفعيله. وحدة الإرادة اللي موجودة في الإنسان قد يغفل عنها الإنسان، فحينما يغفل عنها الإنسان يضعف، وحينما يضعف يستكين، وحينما يستكين يستطيع الآخر الذي يكرهه أن يسيطر عليه. يعني حضرتك تقصد أنها من الممكن أن تنمى وتطور داخل الإنسان؟ هي مش تنمى، هي عايز أقول لحضرتك أنك تيقظها عشان خاطر أو تفعلها، أو زي هي بالضبط كده زي جرس الإنذار عشان خاطر دايما تبقى أنت في الوعي أو في 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 المعية. لكن الناس سواسية في الإرادة دكتور؟ ما لا يعني. خلينا بس نخلص الوحدة دي. طيب. طيب. وحدة الإرادة اللي موجودة في الإنسان دي اللي هي أنت تبقى بتأمرها لأشياء فيها عظمة وفيها قدرة على تحدي الصعاب تستجيب. إذا أنت غفلت عنها وما شغلتهاش
زي ما يبقى عندك مجموعه من الاجهزه في البيت او مجهوز اجهزه في شغلك وانت ما شغلتهاش، فبالتالي ما استفدتش منها. جهاز الاراده اللي موجود في الانسان موجود موجود، لكن في الاخر انت لما بتغفل عنه بتلاقي نفسك انك انت مش قادر تعمل كذا، مش قادر توصل نفسك للمستوى المطلوب، مش قادر حتى تعبد الله حق عبادته، فتاخذك الشهوات وياخذك الهوى وياخذك الشيطان الى غير مراد الله فتقع في الخطيئه. لكن لما يبقى انت واعي انك عندك جهاز اذا امرته أن يتحدى الصعاب ويقوى للوصول بك إلى مراد الله حتبقى أنت شغلته. ميزة شهر رمضان أنك أنت بدون أن تدري بتشغل جهاز الإرادة فيك. الدليل على ذلك أنك أنت بعد الإمساك اللي هو بعد السحور وتمسك كده أنت دون أن تدري بتشغل جهاز الإرادة، بتقول له خلي بالك أن أنا هنمتنع عن الحلال صياما من الطعام والشراب، فركز معايا عشان خاطر كل الأجهزة التي لها متطلبات طوال شهر الشهور الأخرى بنستجيب لها، احنا مش هنستجيب لها. تلاقي اوتوماتيك كده وحدة الإرادة سيطرت على مجموعة الأجهزة الأخرى بتهيمن عليها وتعطل تماما. لا تأكلون لا تشربون لا تقربون حلال نسائكم، فاوتوماتيك تلاقي نفسك انت مش عاوز. لكن انت في السحور اللي هي بنسميها النية اللي بيسميها الكي المفتاح عشان تشغل جهاز الإرادة، فتلاقي المدخن بطل، اللي مش عنده سكر وبيشرب مية كتير مش عارف ايه بطل، قال وبطل وبدون يعني ايه، بدون قلق بدون استعجال بدون ضجر بدون ضيق بدون كذا بدون كذا. كل اللي عمله هو انه شغل وحدة موجودة عنده عشان خاطر يسيطر على بقيه الوحدات. وعشان كده بنقول للناس احنا في طي ال 11 شهر انك تستطيع ان تقدر، يقول لك مش قادر، لا قادر، بس انت مش قادر تشغل جهاز الاراده فانت ضعفت، فبالتالي ضعفت سيطرت عليك شهواتك. الجهاز ده مهم جدا وجهاز قوي جدا وجهاز حساس جدا. طب اذا ليه الاشاره اللي حضرتك اشرت اليها مؤخرا دي تدعونا للتامل في طبيعه العلاقه ما بين جهاز الاراده ورمضان الكريم؟ بالظبط كده. لماذا في شهر رمضان يعني يتم استنفاره على هذا النحو بشكل تلقائي ويصبح هو المهيمن على بقية الأجهزة؟ الجهاز الإرادة فهنا لابد من طبيعة ما تربطه بشهر رمضان الكريم أو خصوصية ما تستنفره بشهر رمضان. هو قول رمضان شهر يذكرك أنت يا إنسان الناسي أن أنت ضعفت، ولما تضعف أنت مش أحب إلى الله من القوي الذي استطيع أن يسيطر على جهاز الإرادة. جهاز الإرادة ديم هو عبارة عن قوة عزيمة بإمكانيات لا مادية تستطيع أن تصبر على الطعام وعلى الشراب وعلى الشهوات وعن اللفظ البذيء وعن 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 وأنت في أريحية كبيرة خالص. إحنا بنقول للمسلمين وغير المسلمين أنكم كمان حاوز أقول لحضرتك حاجة، ده جهاز الإرادة إذا أنت كنت واعي تماما يخليك تبقى في معية الله طوال الوقت لو أنت شغلته. أنك أنت لما تتقن عمل أنك أنت بتفعل جهاز، لما ينفعش أنا لا أعمل من أجل المدير أو من أجل الرئيس، أنا أعمل من أجل من خلق جهاز الإرادة الذي هو سيحاسبني على مراده في مرادي. دي مهمة جدا وضرورة من ضرورات أن نحول الإنسان إلى الوعي بأن يملك جهاز الإرادة ويستطيع جهاز الإرادة أن يفعل كل الخير إذا أراد. سألت حضرتك أنه كل الناس عندهم هذا الجهاز أم أنه هناك من يتميز به عن الآخرين؟ اللي بيتميز به عن الآخرة زي ما تبقى أنت عندك معدة وأنت بتصينها وعارف إمكانياتها ولما يضعف فيها حاجة بتجددها بسرعة عشان تستمر على حالة قوتها. الثاني اللي فاطر اللي مش قادر يصوم وهو يقدر، ده إن كل مشكلته إن هو ما تعاملش مع جهاز الإرادة بنفس المنطق اللي أنت تعاملت به، وده فرق بين صيام العوام وصيام الخواص. صيام الخواص يملك مفتاح الإرادة فبالتالي عزيمته أقوى، فبالتالي لا تأخذه أي مسيرات نحو الماديات ليتحول على غير مراد الله. نعم. دي مهمة جدا. يعني هي المسألة تختلف فقط في فكرة انه هو هيشغل الجهاز ده معاه. تختلف انك انت ازاي تبقى اولا تعلم ان تملك هذا الجهاز وتعرف كيف تشغله او كيف تديره. لانه محتاج الى ايه؟ الى إدارة عقلية وروحية. الاثنين مع بعض. ما ده بيدفعنا اسألك مرة أخرى دكتور. هل كلنا سواسية في إمكانيات هذا الجهاز؟ هو جهاز واحد بإمكانيات ثابتة عند الجميع؟ لا هو أنا مثلا يعني إرادة الدكتور أحمد تختلف عن إرادتي عن إرادة طرف آخر. هو قد يكون يعني الناس تتباين يعني قد يكون السعة
الساعة بتاعتها الكبست بتاعه تحمل قديه فيها، فتبقى في ناس اللي بيصوموا صيام الخواص دول تلقى الجهاز بتاعهم جهاز فيه الباور بتاعه أقوى أو العطاء بتاعه أقوى، الثاني أقل أقل أقل، لكن في الآخر إحنا اللي بنسأل عليه أننا كلنا نملك هذه الجهاز، ولكن لا نملك كيفية تشغيله بالقدر الذي يملكه من يملك الكاريزم الخاصة بتشغيل هذا الجهاز إلى أعلى درجة. يعني أنت معك عربية وأنا معي عربية، لكن أنت بتدير العربية بمهارة أكتر مني أنا، فبالتالي أنت ما بتعملش لا حادث وبتصل في معادك. أنا عشان خاطر يعني مش محترف، عقيم الفكرة عقيم المهارة، أستطيع أن أعمل أكثر من حادث، فتصل أنت الأول وأنا أصل بعدك أو أصل عراقيل كثيرة. هنا أمضي معك خطوة أخرى للأمام. تفضل. هل هذا الجهاز يربى ينمى؟ بمعنى أنه من الممكن أن تكون يعني شيء بسيط فبالتالي بشيء من التدريب أو ما شابه يعني ينمو ويكبر؟ زي ما بيقولوا بتفتح مواضيع جميلة جدا. يتربى. الأجهزة المادية تتربى والأجهزة المعنوية تتربى، ولذلك في أنفسكم أفلا تبصرون. أنت في نفسك يعني تقدر تتزبط نفسك تماما مع الأجهزة المادية، زي تزبط أكلك تزبط شربك تزبط مشيك تزبط كذا، كذلك الأجهزة المعنوية اللي هي العقل والروح النفس الجهاز الإرادة ممكن تربيهم، ودي تربيتهم صعبة، تربيتهم صعبة جدا 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 جدا، ويحتاج إلى كمان إلى إيه إلى قائد. يعني أنت تحتاج إلى قائد، قائد يبقى إيه؟ يعني يوجهك كلما انحرف معيارك، أو يعني يعدل مسارك كلما غاب عنك الهدف، ودي مهمة جدا، ودي بقى التربية اللي بنسميها التربية الروحية، اللي هي مش التربية الروحية، التربية الإنسانية، إنك عشان تتحول من مادة البشر إلى معنى الروح أو معنى الإنسان أمر كبير خالص خالص خالص. حتى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخاطب الإنسان 86 مرة، يخاطب الآدمية 4-5-6 مرات، يعني هو بيحولك إلى إنسان، والإنسان ده معنى، الإنسان ده معنى، معنى مش بجسده ولا بشحمه ولا بلحمه، لا بما أودع الله فيه من أسرار وفيه من أمانات. يعني روحك أمانة وعقلك أمانة ونفسك أمانة وجهاز الإرادة فيك أمانة، فأنت عليك أن تكون بهم بصيرا، وأن تكون عليك أن تكون بهم خبيرة، فبالتالي تفعلهم تفعيلا ينجيك من شرور نفسك أولا ومن شرور من يحيطون بك إلى أن يأخذك إلى دائرة الشر. مهم جدا أنه يتربى. نعم. يتربى جدا، ولذلك بيذكرني في هذا المقام أن أحد المريدين ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل. نعم. وقال له يا إمام أريد أن أكون لك تلميذا أو مريدا، قال عليك أن تثبت وتصبر، تثبت وتصبر. فقال جلست مع الإمام 20 عاما. نعم. جلست مع الإمام 20 عاما، 19 عاما يعلمني الأدب برب نفسي، وفي عام واحد أعطاني أبواب العلم كلها. علمه الأول زي ما أنت قلت يتربى عشان ينقيه عشان يرقيه عشان يطلع منه التراب المادة ويحوله إلى معنى عشان يضع فيه نور العلم. شو بك زي ما أنت بتقول فعلا يتربى. يتربى. نعم. ومش ما يترباش من أي حد، ما يترباش من أحد، لازم يتربى من خبير بصير عارف إمكانياتك عشان خاطر ما ينحرفش بك المسار وتتوه من أستاذك أو من قائدك أو من شيخك. نعم. ربما يا دكتور يعني إذا ربي هذا الجهاز في الصغر، إذا اتفقنا على مصطلح تربيته. نعم. وحضرتك يعني أوجدت أنه هذا التوصيف لعله مناسب جدا لفكرة تنمية جهاز الإرادة داخل. نعم. الإنسان. نعم. إذا ربي من الصغر فلعل الإنسان لن يجد مشكلة في أنه إرادته تكون حاضرة عندما يستدعيها، يجدها سندا قويا له في طبعا. أي توقيت. لكن لما أقول إيه يعني إيه علموهم الصلاة على 7 واضربوهم على إيه على 10. نعم. يعني ده حديث، عشان كده تبقى انت بتربيه من الاول تنبهه ان في واجب عليك. ولا يدخل لبك لو سبت نفسك مش هتصلي، فمن 7 سنين تاخده معاك عشان تربي جهاز الإرادة عشان ما تبقاش عادة، لا تبقى عبادة. هذا قضية في غاية الأهمية. تمام. بعد 10 تبقى ايه تجبره قصرا. نعم. خلاص بقى ما نفعش معاك النصح والإرشاد، ودي الفترة المسموح بيها 3 سنين، لا يبقى بعد كده هم لا لازم تسمع بقى بالتي هي أصعب وهي أقوى. نعم. المسألة هنا تبدو سهلة بالنسبة لمن ربي على هذا النحو جدا، سيجد إرادته حاضرة تماما حينما يستدعيها يجدها. هو ده بالظبط كده، ده بقى إيه؟ لأنه منظم بقى خلاص جهاز الإرادة يعني جاهز لاستقبال الأوردر، فعلى طول يتفاعل معك الدهالة. ماذا عن الذي جبل أو يعني خلاص تكونت ملامح شخصيته على أنه جهاز الإرادة فيه معطل، واستمع لحضرتك الآن ولعل كلام حضرتك طيب أثار في نفسي فكرة أنه
يخوض التجربة ينمي جهاز الإرادة داخل نفسه، هل المسألة سهلة وبسيطة بالنسبة للناس الذين كبروا أو تكونت ملامح شخصيتهم على فكرة الاستسهال أو جهاز الإرادة معطل طبقا لرأي حضرتك؟ هو حاول ستكهل جهاز الإرادة ده بيقبع عليه اثنين، الشيطان والنفس. تمام، واخد ستك. فإذا أنت قدرت أنت تتعامل مع الاثنين دولة بقوة كده هو عشان تفتح جهاز الإرادة وتشيل عنه الشيطان والنفس أو الهوى زي ما بيقولوا ممكن تربيه. لأن حتى بنقول للناس المدخنين يا أخي ما أنت بتمتنع على السجاير 16 ساعة، يعني إيه المشكلة أنك أنت بعد كده تلغيها خالص؟ أو 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 أنت في حاجات كثيرة أنت مش راضي عنها، عن 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 نفسك وعن إيمانك وعن سلوكك الإنساني. أنت قدرت أهو، بدل قدرت في رمضان، ما هو رمضان ده مش بس صيام وتراويح وبس، لا ده شهر كده يقيني عشان ترجع كده الى انك انت صاحب امانه وصاحب رساله، انت واخدك وانا وغيرنا والمشاهدين والمستمعين. فبالتالي كلنا نقدر، بس كلنا نقدر نغير. ربما يكون لسان حاله في هذا المقام، يعني انه ارادته بتقول له اصبر صبر مؤقت، يعني ايه هتصبر ال 16 ساعه او 30 يوم دول عن التدخين مثلا، نفس مثل حضرتك تفضلت وضربته يعني، لكن لعل نفسه تخبره انه صبر بسيط لكن سننطلق بعد ما بعد تخبره. ده مش تخبره، ده مش خبر، ده وسوسه. الى ما ده من الوسوسه الخارجه عن مراد الله فيه. اذا قعدت وسوسه كنت سمعتها لا هتقدر تصوم كمان ولا هتقدر تكمل بعد كده تمتنع عن ما يضرك. لان في الاخر تقول الصيام ده هو عباره عن تنقيه كاملة، فلترة لسموم الجسم وفلترة لظلام العقل وفلترة لفقد الروح لقيمتها مع الروح الأكبر. ودي قضية غاية أهمية، وإحنا بنقول حتى مشايخنا المحترمين لما تجي تشرحوا رمضان اشرحوا القيمة القيمة المضافة للإنسان في تحوله من حالة الإطعام والشراب الحلال إلى حالة أنه يتحول إلى الجزء الملائكي. ما بتحول الملاك، هو بتحول الملاك عشان يبقى أعلى من الملائكة. ما الملائكة لا تأكل ولا تشرب، فهو بيتحول معاهم. يبقى حتى تلاقي في رمضان ايه في روحانيه غريبه بين الناس، اللي بتقل المشاكل، بتقل السب، بيقل الشتيمه، بيقل العبث ده. ليه؟ لان هو دخل في دور الملائكي، فبالتالي استطاع ان هو يتحول الى قيمته الحقيقيه، لقيمه الانسان العاليه المفتقده. هو ايه الفرق بين الانسان وانسان؟ فرق بين الانسان وانسان ان ذاك يعرف انه انسان ويحقق مراد الله فيه، والثاني لا يعلم انه انسان فيعيش في العبث الضال وفي الفكر المحارف. بس كده هذا كده. طيب انا برضو ابقى قليلا مع هذا الشخص الذي ربي على اتباع شهوات نفسه والاستماع الى وسوستها. نعم. واراد في لحظه ما ان يوقظ هذه العزيمه داخله او هذه الاراده داخله. حضرتك بما تنصحه في تربية هذا أنصحه هل يبدأ مثلا يعني يدرب نفسه على أمر بسيط؟ لا 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 لا, لا, لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش أستاذ أحمد. لا الله يبارك لك. هنا اللي أقول لك هنا الفاء للاستعجال، خد بالك كل فاء تبقى فاء للاستعجال. فقه اللغة بيقولوا لنا كده، علمونا. فإذا عزمت فتوكل على طول. إذا نويت أنك أنت تشغل جهاز الإرادة ما ينفعش التردد فيه، ما ينفعش التردد فيه. لا انا مقصود، انا معذره المقاطعه بس لكي تتضح الصوره يعني. نعم. يعني مثلا شخص ماض في غيه واراد فجاه ان يستيقظ هذا الجهاز بداخله، فمثلا يعني نعم. انه يعمل ما يشبه جدول لنفسه، النهارده مش هشرب سجاير مثلا، ويختبر نفسه جهاز الاراده فيه، بكره لابد ان اذهب لكي اصلي بعد خطوه الامتناع عن شرب السجائر مثلا. انا برضو انا معاك، انا هذا انت عايز تعمل تدرج، واخد بالك ما ينفعش في التدرج ده. لكن الجهاز ده عندما تستعيده يعمل على الفور، على الفور على طول طاقته يعني. لما يجي واحد كده ربنا يكون يعني هيفتح له جهاز الهدايا بالاراده، نقول له انت التدخين ده هيضرك فلوسا ومالا وصحه وبق حنكك هيبقى ولا فمك هيبقى كذا كده، اول ما طلع السيارة حطها تحت رجله اقول توكل على الله، انت جهاز الاراده اشتغل معك. الثاني يقول بس اخلص العلبه، لا مع السلامه مش هتمشي معانا على طول. هنا بقى ايه انك انت بقى بتفعل زي الطيارة لما بتعمل تكف كده بتاخد اسرع قوتها. نعم. اذا انت ما خدتش اسرع قوتها مش هتطير معانا. نعم. لكن اذا انت هتجرب معانا لا ما ينفعش. ما ينفعش، ان الله لا يجرب. تمام. ان الله لا يجرب، ده في حديث عن سيدنا جبريل. نعم. ان الله لا يجرب، ما يجربش. هنا بقى تعتقد يقينا وايمانا بانك انت هتقدر باذن الله، خلاص هقدر. حتى في الفتوحات، حتى في الانتصارات، حتى في الاعمال العاديه اقدر اعملها دي، يعملها. ما حاول، لا ما تحاول، خليك قاعد، خليك قاعد، ما ينفعش معنا. في الحتت اللي فيها كده يعني ايه قسوه وفيها خرق للعاده تحتاج الى قط. نعم.
الإرادة هنا تساوي العزيمة أو العزم؟ هي العزيمة اللي على الله سبحانه وتعالى. هي خلاص أخبرنا في القرآن الكريم. هي بقى العزيمة دي. هي العزيمة. هي العزيمة. هي العزيمة إحنا بنسميها كده عشان المشاهد يبقى قريب عليه. هي جهاز الإرادة. هي العزيمة. في آية في القرآن الكريم ويعني لعلي لا أذكرها نصا، ربنا سبحانه وتعالى يخبر ربما عن أحد الأنبياء لم نجد له عزما. يعني المسألة برضو نسبية يا دكتور، ربما يعني يتفاوت. دي برضو أفضليات. أفضليات. يعني العزيمة دي زي ما أنت قلت ساعات لجهاز الإرادة، وأقول لك ساعات للعزيمة. في واحد كده يعني عنده عزيمة يقول لك عزيمة من حديد، والتاني عزيمة من فولاذ، والتاني عزيمة من شوية تراب ما يدلاش. ودي بقى مراد الله في خلقه، عشان خاطر ده يبقى قائد وده يبقى مقود. دي قضية دي بقى بتاعت مراد الله فيه. لكن احنا عايزين نقول كلنا فينا العزيمة، لكن في عزيمة توصيك ان تكون قائدا لبلد لأمة لعالم، وفي واحد يبقى قائد لأسرته، وفي واحد لا يفلح ان يكون قائدا لنفسه. خلاص ده بقى اللي ردنا الله عليه بترابه. نعم. ملناش علاقة بيه خالص ده. عشان يبقى كده في التراب، لان احنا محتاجينه ان احنا نبقى في هذه الحالة. لكن احنا بتكلم برضه عشان نقول شهر رمضان شهر اللي هو بيسموه شهر النفضة او النفرة، من حالة السكون او من حالة الغفلة الى حالة اليقظة انك تملك. نعم. انك تملك. وده بيقول حتى الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي الذي يملك الإرادة والعزيمة خير أحب إلى الله من المؤمن ضعيف وكلاهما خير. صحيح. شفت ازاي بقى هنا بقى عشان احنا ما ينفعش. عارف اللي بوظ معانا المسلمين وخلاهم كده في حالة الدرجة الثالثة او الدرجة الرابعة او الدرجة الخامسة، ان هم فقدوا العزيمة وفقدوا قائد للعزيمة. ما ينفعش. حتى في الجيوش محتاجين واحد يبقى صاحب عزيمة. حنقاتل حنقاتل، اسف، حنحارب حنحارب، التاني حيشاور ويعمل. خلاص ما ينفعش. ولذلك يقول لك ايه في الجيش والقطاع الامر غلط، ما ينفعش التردد فيها. لان احنا مقبلين على موت. وشوف طارق بن زياد، البحر امامكم العدو، تتكلوا على الله حتموتوا حتموتوا، فتموتوا بشهداء احسن ما تموتوا قتلة كده غثاء. دي قضيه في غايه الاهميه. ده شهر رمضان ده. ده شهر رمضان. ده قيمه شهر رمضان. الحاجه الثانيه، شهر هو شهر مكرم من عند ربنا سبحانه وتعالى، شهر ذكر بالاسم من الشهور. نعم. الحاجة الثانية، من إعجازات القرآن، من إعجازات القرآن في الأرقام والأعداد، تأكلون ويأكلون 11 مرة في القرآن. صدق. طب كم شهر السنة؟ كم شهر؟ 12 شهر. طب في شهر ثاني ما فيش نأكلون نشرب؟ لا، ده بقى شهر الامتناع. 11 مرة في القرآن الناس يجيبوها كده في إعجاز الأعداد، 11 مرة تأكلون ويأكلون. ذكرت 11 مرة. 11 مرة. ومرة ما فيش. خلاص. وكان المرة الغير حضرها لشهر رمضان. هي شهر رمضان. نعم. ده بقى مش هتأكلون أو تشربون فيه، ده هتعبدون. بأن أنك امتنعت عن الحلال، لا لأنك تمتنع، لكن لأنك تتيقن أن الله سبحانه وتعالى يقربك إليه. طيب حديث حضرتك رائع، ولعله أيضا مرتبط بواقعنا المعاصر، واسمح لي أن نسقط بشكل أو بآخر عن واقعنا الحالي. تفضل. لعلي فهمت في سياق حديث حضرتك أنه حديثك عن الإرادة وكأنها تتضافر مع الإيمان في نسيج واحد، تنتهي بحبل متين. الإرادة مع الإيمان، وكأن المسلم مثلا إذا أراد أن يحرك جبلا، إذا توفرت لديه هذه الإرادة مع قوة الإيمان سيحركه من مكانه. هنا لابد أن يعني نذكر الناس بمسألة الإيمان مع الإرادة. إذا تكرمت، الإيمان يقين، والإرادة هي عبارة عن أعلى درجات اليقين، أنك تقدر أن الله أعطاك هذه القدرة. ولذلك في الآخر إيه؟ إذا أنت أيقنت أنك مع يقين الإيمان الكامل تقول للشيء كن فيكون، حيكون. ما انتش نبي ولا انتش معجز من معجزات الأنبياء. نعم. لكن في الآخر أنت إذا وصل بك الإيمان واليقين بأنك تستطيع بإرادة الله سبحانه وبما أملاك من إرادة أن تقول للشيء كن فيكون، مش ده حديث قدسي؟ نعم. قدست كده الكلام. صح. يبقى إذن هما الاثنين جناحين قيمة الإيمان. الإيمان يدي الإرادة، والإرادة تقوي الإيمان. الاثنين يعملوا مع بعض كده وصل جميل جدا عشان تتحول إلى أن تكون خليفة الله على الأرض. في الآخر أنت مش هتكون خليفة الله على الأرض إلا بإيمان وإرادة، أو بإيمان وعزيمة. وده حتى في فرق الرسل، في فرق الرسل ان فضلنا بعضهم على بعض في ايه؟ في العزيمه. حتى لما تيجي تشوف في غزوه الخندق
والرسل يتفاوتون ايضا فيما بينهم في مساله العزم او العزيمه. طبعا طبعا في غزوه الخندق والرسول صلى الله عليه وسلم وجاء كده صخره كبيره وقفت كده اهو، فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يحوروا مسار الخندق، قالوا والله اعترضتنا صخره ولا نستطيع ان ندمرها. نعم. فذهب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها ثلاث ضربات فتهشمت الصخره عزيمه. نعم. ومشى بقى بيقين انه بمراد الله يستطيع. الايمان هنا يطرد هذين العنصرين المهيمنين على تعطيل الاراده وهما النفس والشيطان الحركة اشرت اليهم. طبعا طالما وجد الايمان طرد الشيطان وطردت النفس الاماره بالسوء. ما يغربكش خالص. فهنا ينشط جهاز الاراده. وينشط جهاز الاراده بمرادك انت، يبقى انت نويت كده هم. وذلك انا دايما اقول لك ايه، النيه الكبيره حتى لو كان العمل الصغير افضل من العمل الكبير والنيه الصغيره. دي حاجه مهمه جدا، انك انت دايما خرجت من دارك، خرجت لعملك، نويت انك انت تقدم افضل شيء، نويت تقدم اعظم شيء، في التالي انت حتؤجر على النيه. لكن في الاخر انت ماشي بلا نيه، انت ليس لك هدف. ولا تستحق ان تعيش، ولا تستحق ان تكون انسان، ولا تستحق ان تكون خليفه الله. شهر رمضان بيذكرك انك انت خليفه تستطيع ان ترقى على الملائكه، انت بشر ولك متطلباتك الماديه، انا عطلتها بجهاز الاراده الذي يملكه انا مع الله سبحانه وتعالى. انا مره اخرى اسمح لي اربط فقط بواقعنا الحالي. تعلم انه يعني بلدنا الحبيب في مرحله ما يشبه يعني النهضه من كبوتها، او تريد ان تبني نفسها من جديد. فهل يعني المجتمع كله مطالب بتفعيل ما اشرت اليه في واقعنا الحياتي، مساله بناء المشروعات، بناء مصانع، تعليم، الصحه، شتى مناحي الحياه، هل لابد ان كل هذه الامور تكون حاضره لكي نحدث هذه النهضه، او يعني هذه النهضه لن تتحقق بدون غيرها بدون ما اشرت اليه؟ فهمت. نعم. عارف من غيرها مش هنتجاوز الكبوه. نعم. مش هنتجاوز الكبوه. ودليل على ذلك لما اقول ايه؟ نقول احنا هنحفر قناه السويس. مدتها كانت كام؟ كانت خمسة. وبعدين قالوا نخلوها ثلاثة. بعدين قال ايه؟ سنة. وحصل ايه؟ انتهت، تم انجازها بالفعل. يعني بالظبط. شفت بقى ازاي؟ يعني اذا احنا كلنا بتوفر الاراده كما حضرتك اشرت. هي ده بالظبط كده، لان في الاخر توفر الاراده هو عباره عن التعلق كامل بمراد الله سبحانه وتعالى، ونزع بشريتنا الماديه التي تعطل مسارنا الروحي. برضه هيبقى التساؤل يا دكتور، يعني كيف تنشر هذه العدوى؟ لا، لفظ العدوى ده لا يليق بمساله الاراده. كيف تنشر او تنثر هذا الخير بين المجتمع؟ والله يعني ازاي تستنفر همم الناس بشكل كامل انت في فكره انه الاراده وانا واجهزتنا دي كده يفكروا انه الناس مش يعني كام واحد حيشوفنا ان احنا ان رمضان ليه علاقه بجهاز انت موجود عندك جهاز الاراده. اللي حيشوفنا وقد يتحول بدل املك جهاز الاراده ما شغلوش ليه؟ لانه هو جهاز الخير دي. بالتالي عشان نقدر نقول فعلا نوقظ الناس من الكبوة او من الغفله، احنا كاهل التربيه عموما من الحضانه لغايه اخر درجه يقول له انت تملك انك تنجز، ما حاولش لك حاجه. بيجيني طالب يقول لك احنا مده الدكتوراه عندنا 5 سنين. في طالب يخلص المينيمم بتاعها 2 سنين، في طالب بيخلصها في 2 سنين وبيبقى جوده اعلى من 5 سنين، لانه في الاخر حفز جهاز الاراده ووصل معاه ان هو ما فيش يوم يطلع من عندهم. لان دي بتاخذنا لفلسفه الزمان والمكان، ان الزمان بتاع عمرك دقيقه ونص، فبالتالي اذا انت ما شغلتش جهاز الاراده عشان تستغله من استغلال امثل يضيع منك رمضان وشوال وذو القعده وذو الحجه، يضيع منك كل عمرك. لكن في الاخر اذا انت عرفت ان عمرك ده محدد كده بتشغل فيه جهاز الاراده، هتبقى انت نشرت الخير كله في الدنيا. لكن احنا وانتوا اعلاميين واحنا تربويين والناس اللي بالوعاظ في الجوامع والقساوسه في الكنائس، لو قال الانسان احنا عاوزين نفعل جهاز الاراده اكيد هنتغير. ولكن النفس يعني دائما يعني تميل الى يعني فكره الثواب، يعني انا ابحث عن شيء مادي يكافئ النفس. فمثلا انا هنا حديثي عن فكره استنفار الهمم داخل المجتمع. هل مثلا القائم على الامر مطالب بانه يوجد شيء ما يكافئ الناس على استنفار هممهم في امر ما او ما شابه؟ والله شوف، المكافاه دي ضروره ماديه ومعنويه، لان فيها قران هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فالثواب حتى لما اشوف الناس اللي شغلوا جهاز الاراده يفرحوا يوم العيد، واللي ما شغلوش جهاز الاراده العيد بالنسبه لهم زي امبارح.
ما عملش حقي خالص، لكن مين يفرح بالعيد؟ الذي استطاع أن يفعل جهاز الإرادة ويحارب النفس والشيطان والهوى، فبالتالي هذا يوم الجائزة بالنسبة له، مش بيسموه يوم الجائزة؟ فإذا أنت لازم يكون في جائزة معنوية مادية، لازم تكون الإسابة دي موجودة، إسابة الإنسان للإنسان شكر، إسابة الإنسان من الله سبحانه وتعالى غفران، دي قضية في غاية الأهمية وضرورة من الضرورات التي تحتم علينا أن نستمر في تفعيل جهاز الإرادة في الإنسان. المفارقة غريبة دكتور أحمد أنه المتأمل في حال بعض المسلمين في هذا الشهر الكريم يجد أنه لسان حالهم عكس ما حضرتك تشير إليه تماما، فتجد يميل إلى الكسل إلى السكون إلى الدعاء تماما، ويقول بشكل واضح وصريح أنه صائم، فالمسألة يعني لا يستنفر هممه ولا يستنفر كل الأجهزة، بل بالعكس وعطلها تماما. الغزوات اللي كان فيها انتصارات كانت في رمضان، أنه صائم الغزوات في الآخر. أنت إيه لما تبتعد عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلاقي نفسك أنت عملت حاجة ليك أنت مش عادة تبعك. مجالة أكثر من ذلك، سمعنا من يقول أنه الصيام مضر بالإنسان، يضر بالإنسان، بعضهم قال ذلك. لا لا هذا ما وردش ابدا في اي مذهب ولا في اي شريعه خالص، ده حتى الصيام كتب كما كتب على الذين من قبلكم، يعني هو فايده من كل من ساعه ما خلق الله الانسان عشان خاطر ينقي نفسه من الماده والخروج عن المعنى، لكن ما حدش قال مضر. ده اللي قال مضر ده كلامه يرجع له هو، لا علاقه لنا به ولا يبقى النبي بيئات مطلقا، لكن الصيام هو عباره عن 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 اعاده كيان الانسان، زي ما انا بسميه بعض الاحيان بسميه ايه، انت عارف لما يبقى عندك جهاز والشركة اللي انت اشتريته منه بيقول لك ابعته لنا كل كذا كيلو عشان خاطر احنا نعمل له صيانة احنا بنسميه اعادة ضبط المصنع، بنرجع الانسان ديه الى الله عشان انت نسيت كتالوجه فيقول لك كتالوجه كذا، عشان ولذلك الناس تطلع من رمضان ايه، اللي عنده ضغط صحته بتتكسر، واللي عنده سكر صحته بتتحسن، واللي عنده روماتيزم عنده صحه سهل، بس الشرط انه وبعضهم بيطلع وزنه زايد وبعده يطلع، لانه في الاخر ايه، ما هو شوف اقول ست حاجه، احنا يا ريت يبقى لنا حلقه ثانيه اللي هو ايه تضليل مراد الله في شهر رمضان، يحولوه الى شوادر اكل وشرب، نعم، وهو شهر صيام، وتشوف انت التدمير الاقتصادي في شهر رمضان غير عادي. ولذلك ايه، ما هو انت لازم تعرف انت كمسلم بعقلك ده ان وراك عدو، فيجي يعمل رمضان ايه ثلاث عشرات، العشرة الأولانية عشرة الزبيب والكنافة، والعشرة الثانية عشرة الهدوم، والعشرة الثالثة عشرة الايه عشرة الكحك والبسكويت، فهم الحوارية ما يضحك، أنا آسف معلش معلش ما ده لا لا ده احنا بنتكلم عشان نقول لك ايه كيف يعني يدمرون الأعداء قيم، اللي هو العشرة المغفرة وعشرة الرحمة وعشرة العتق من النار، بدل ما يخلوهم عشرات لله خلوهم عشرات للمادة، حولوك أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شفت ازاي هذا التقسيم الأصلي. نعم. يجي أقول لك دول عشرة التين والزبيب والبلح والجمردين والكنافة. نعم. والعشرة الثانية عشرة الهدوم، والعشرة الثالثة الكحك والبسكوت، ودي الحقيقة اللي ما شافيها، لأن هم عاوزين يفضوك من قيمتك فحولوك إلى مادية ترابك، فبالتالي أنت إذا كنت كده تكر على الله تبص بقى للشوادر. نعم. خلوها حولوها كلها أكل وشرب، وده برضو قلة تفعيل جهاز الإرادة فيك. نعم. فبالتالي محتاجينك إحنا أن تعود مرة أخرى إلى مراد الله فيك أن تشغل أن تفعل جهاز الإرادة. على الجانب السلبي يا دكتور، هناك من يمضي خطوات في الطريق الأكثر سلبية، هو يعطل جهاز الإرادة ويفطر في رمضان، أكثر من ذلك يجاهر بالافطار في والله رمضان. انت عارف يعني في بعض المذاهب هنا جهاز الاراده كيف يكون حاله لا لا مش جهاز الاراده خالص ده ولا اقول جهاز الاراده على الاخر اللي شافه وما ما وعظوش يا اخي يعني اذا بليتم فاستتروا يعني عشان ما تجرحش الناس الغير احنا كنا في بلاد كان فيها معانا مجوس وكان معانا فيها ناس السيخ كانوا والله العظيم يستحون أن يعني يقوم ما يقوم به المسلم في بلد المسلمين، لك لا أنا أحترمك أنت، ودي المفروض إن احنا إيه؟ ما هو ده شهر تربية، ده شهر تربية. نعم. حتى إذا كنت أنت فاشل في دراستك الإلهية فعليك أن تروح بغشك بعيد عنينا عشان خاطر الناس اللي قاعدين في الامتحان دول ما يتضجروش منك وتغيظهم أنت نفسيا وتاخذ ذنبهم. فما تجهرش. الجهر بالسوء يا مولانا ده كارثة. مش بس في بس ربما حاله على هذا النحو يعني يا سيدي حاله على هذا النحو ما ينفعش حاله على هذا النحو في مجتمعات المسلمين ما ينفعش ما ندروش فرصه
ما عندوش فرصه. هو ده السؤال. هو لا ما يعني ما ينفعش انك انت تدخن وسط ناس صايمه، ما ينفعش انك انت فاتح محل اكل في بلاد صايمه، ما ينفعش ما ينفعش، ويجب ان يكون نوع من الاستنكار مش من القانون. مستنكر، احنا بنستنكر ان احنا نفتح محل مطعم. ما هو هو المجاهر بالافطار ربما يعني نصيحه حضرتك ديت لن تلقى اذنا صاغيه عنده. يعني اصل حضرتك بتنصح حد خلاص تمادى في غيه. والله هو ما فيش حد تمادى في غيه، في قانون ضعف على ان يمنع غيه. ما فيش حد يتمادى في غيه يا استاذ، الله يبارك فيك عشان مش قادر يبقى سمعنا. في حد تمادى في غيه لان القانون يمنع ان ان يوقف غيه، بالتالي كده اهو. بالتالي لو كان فعلا في قانون بيمنع غيه احنا هنقول لك لا، احنا ما بنقولكش افطر، افطر في بيتكم. اعمل ما تفعل، خلاص بدل انت ربنا وقف جهاز الرد عندك عشان عاوزك لجهنم، ما في ناس ربنا عاوزها لجهنم، لكن انت لا تعيث في الارض فسادا. طب ما حضرتك يعني نضبطها كيف نضبطها؟ يعني احيانا تتصادف وربما انا رايت ذلك بعيني يعني. ايوه مجموعه من الشباب اصحاء واقوياء بشكل لافت للنظر مصمم ان هو مثلا يعني وزروا وزرهم على اسرهم الاول، الاسر بتاعتهم، وبعدين وزرهم على المجتمع، يعني الاكبر وزر ليهم الاسره، الاسره التي فقدت فعاليتها في ان تفعل جهاز الاراده في هؤلاء الشباب بستك، فبالتالي دول اكبر الوزر، ثم بعد ذلك المجتمع كله. ما تقوليش القانون، ما تقوليش ما اللي يعني لا 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 اعتقد القانون ما فيهوش ما يجرم ذلك، يعني القانون ممكن لو حد في يا استاذي في عرف يبقى اقوى من القانون. يعني حد بيفطر في نهار رمضان يجي مثلا ضابط شرطه لا 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 يظبطه تحري، ما اعتقدش انها موجوده يعني. والله موجوده في بعض البلاد موجوده في بعض البلاد انا ما اعرفش فيها. لا موجوده في بعض البلاد، لا موجوده في بعض البلاد، ويجلد ويجلد كمان لانه خلاص يعني ايه زي ما بقول ايه خرج عن الشرع كده او خرج عن العباده. لكن احنا عشان خاطر يعني شويه مش منضبطين بقانون التشريع، فبالتالي على المجتمع ان يستنكر. يا ابني اتفضل اشرب سيجارتك خارج عنينا عشان خاطر يعني ايه. طب انا اللي يهمني يا دكتور كونك استاذا لاصول التربيه، يعني تقييمك لهذا المشهد، يعني تقييمك لحال المجتمع او تربيه المجتمع اذا صح التعبير ليها، يعني مش تقييم الى مدى لا 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 لا, لا احنا مش التربيه فيها قصور. التربيه في قصور من كي جي 1 لغايه الدكتوراه. انا بقول بصراحه لان قبل ما نعلمك العلم نعلمك الادب زي ما قلنا عند الامام احمد بن حنبل، ولكن احنا كل همنا ان الولاد بتوعنا يتعلموا اوراق امتحانيه تنتهي مع الامتحان، لكن لا نرقي فيهم قيمه العلم و فضله على الآخر. دي مهمة جدا. حتى أنت لما تتعلم حضرتك ما بتتعلمش لنفسك، بتتعلم للآخر عشان خاطر توجهه وتفيده. لو كان التعليم لك أنت كنت قعدت ببيتكم، لكن أنت بتتعلم عشان خاطر تنفع الناس. أنا وبتعلم بتبقى مسؤوليتك أكبر وذنبك أعظم إذا أنت فقدت قيمتك عشان خاطر الناس تستفيد منك. طب ربطا بالموضوع الأساسي اللي حدثنا في الموضوع هنا، جهاز الإرادة لدى هؤلاء الناس، يعني حضرتك قلت أنه هو موجود عند كل واحد فينا. أي؟ هل ده توصيفه يكون ايه؟ هل هو معطل الصدأ اصابه؟ هو اصابه الصدأ ولا انتزع من مكانه؟ لا 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 هو اصابه صدأ، يعني الاراده حاضره. الاراده حاضره فعلا، حاضره فعلا، لكنها معطله في غياهب السجون السجون البشريه، ودي اغيب حاجه فيها ودي كارثتنا. لكن بقول شهر رمضان هذا كريم، شهر جميل، شهر فيه نفحات، شهر فيه بركات، شهر بتسجل فيه الشياطين، بتغلق فيه حيات كثيره من ابواب الشر، حتبص كده الرحمات كثيره جدا، لان كل واحد بيتقدم بفضل بيتقدم بعدل، فبالتالي علينا ان احنا نستغله استغلال كامل لاعاده ضبط الإنسان وفقا للكتالوج المصنع الإلهي. ده مهم جدا بما فيه جهاز الإرادة اللي الناس غفلان عنه. طيب في الختام، يعني ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله في شهر رمضان الكريم إذا يعني أصلنا لقاعدة الإرادة، بنينا على مسألة الإرادة، فما الذي ينبغي عليه كمسلم مع تفعيل الإرادة على نحو اللي حضرتك أشرت إليه أن يكون حالي خلال هذا الشهر؟ ولنفرض مثلا سنقسمه 10 أيام و10 في الوسط و10 أيام مع نهاية الشهر الكريم، كيف يكون حال المسلم؟ وهل يعني المسلم مطالب بأنه حاله يتبدل إلى الأحسن إلى الأحسن مع مرور الأيام؟ هو من أول يوم في رمضان من ساعة ما ينوي أنه سيصوم شهر رمضان عليه أن يرتبط ارتباطا كبيرا بمراد الله، ومراد الله يقينا معروف مش محتاج يعني قراءة ولا كتابة. فبالتالي إذا أنت سرت كده هون في من بداية اليوم لغاية 29 يوم أو 30 يوم على خطى ثابتة، وكل يوم بتوزن نفسك
نفسك مش جسمك، أنك تقدمت مع الله واقتربت، وأن روحانيتك وأريحيتك بدأت تطمئن وبدأت تزيد وبدأت تعرف أنك ستلقى الله، وأن هذا الذي تقدمه الآن امتحانا لا يستطيع أحد. هذه الأمور الإنسان يجدها حاضرة في نفسه جدا في مسألة الأريحية جدا جدا, جداً. هتلاقي نفسك كده فيك كده حاجة، يعني فيك طمأنينة اللي هي فيها يعني ايه هدوان السر اللي هي جت من انك ارتبطت بنور الله، لان في الاخر فيك لمبه ما بتنورش الا من ربنا سبحانه وتعالى، هي الروح دي. اول ما تاخد انت الـ 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 الشعاع او تاخد توصل سلكك مع 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 المراد الله، هتلاقي نفسك كده في اريحيه غريبه جدا. يعني مطلوب من المسلم مثلا يا دكتور انه يقرر كده مثلا لنفسه خطه عمل، مثلا المحافظه على الصلاه، الامتناع عن الكذب واللغو، قراءة القرآن، يعني ما الذي يمكن أن يحدده نفسه كمنهاج عمل في الشهر الكريم؟ هو بس وصولا كلنا كلنا في رمضان بهذا الحال أغلبيتنا الله يبارك فيك بيختم القرآن وبيصوم وبيمن، لكن أنا عاوزك أنت تحس أن سلوكك بيجي سلوك إنسان. يعني عارف سلوك الإنسان يعني فيك إيه؟ أن تحب للآخر ما تحبه لنفسك، فبالتالي انت هتوسع مساحه كبيره جدا في صدرك كده اهو عشان تتقبل الاخر، وفي تقبلك للاخر انت هو هيتقبل الاخر والثاني هيتقبل الاخر، يبقى المجتمع حصل فيه كده ايه اصبح كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء. ما هواش اكل، ما هواش شرب، ما هواش عصاير، ما هواش ابدا، ده شهر صيام، القليل من الزاد يكفيني الى يوم تكفيني. ما هوش اللي بيحصل ده عباره عن هدر اقتصادي وغيبه عن المطلوب وتدمير لما امر الله ان يصحح. بيكون في شكل اشكال البذخ، هو كله بذخ كله بذخ. نعم. وبالذات لما انت تصوم يقول لك على حين صوم فتبقى ايه، وفي الاخر تفطر على شويه ميه وبلحتين. جرب كده انك تبقى شويه ميه وبلحتين وكوبايه زبادي كده زي ما بيحصل في الحرم، هتلاقي نفسك كده صحتك. بس البذخ ده يا دكتور يعني مش بس على قد الموائد الرحمانه او حتى الحفلات او مشابه، البذخ ده موجود حتى في كل اسره، يعني تامل كده. ما انا بقول انا الناس دلوقتي شغاله في شوادر، بتعمل ايه في الشوادر دي؟ بتشتري من دلوقتي زبيب وبلح وتين وزبيب ومش عارفين، وتدمر اقتصادها الشهري دي، وده غلط، ده غلط. وفي ناس بتستغله استغلال حسن بالنسبه له، مش 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 مشكلتك ان انك انت مش واعي ومش مدرك ماذا يعني الصيام. وطب سموه صيام ليه؟ ما بقول لك 11 مره تاكلون وياكلون في القران، الشهر الثاني ماش لا تاكلون. صحيح. تصوموا وتصوموا يعني مش 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 كمان تموتون، لا لا لا، قليل من الزاد يكفيني. لكن اعتقد يعني الكلام ده يعني عشان الناس ما تزعلش مني. اتمنى انه في حديث حضرتك عن الاراده وهذا الملمح اللي انتبهت ليه في هذا العرض الرائع يعني يكون فاتحة خير بالنسبة للناس كثيرين في أن يكون مثابة نقطة تحول في حياتهم إلى الأحسن إن شاء الله. هو ممكن جدا لو الناس فعلا عرفت أن لديها جهاز يستطيع أن يحقق مراد الله فيهم، ولكن غفلتهم وغفوتهم عن أن يفعلوا هذا الجهاز هو الذي جعلهم في حالة التخلف، والتخلف مش تخلف وطن، تخلف إنسان على أنه يلحق بمراد الله. نعم. كل عام حضرتك دائما بكل خير، ويعني سعدنا بوجود حضرتك معنا في هذه الحلقه. وانا بقول لحضرتك شكرا ليك وشكرا للقناه وشكرا للمشاهدين اللي سمعونا، بس ارجو اللي سمعنا يفعل جهاز ارادته ويسال اخر ان يفعل جهاز ارادته ان شاء الله. شكرا لك. خلص شكرا لك. خلص شكرا لك استاذ الدكتور احمد الرشيدي استاذ اصول التربيه جامعه اسوان، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. حياكم الله. مشاهدينا ايضا في ختام هذه الحلقه نشكركم، والاسبوع القادم يتجدد اللقاء بحول الله وقوته وحلقه جديده من فقه الحياه. الى اللقاء.